في البداية بالتأكيد إثيوبيا ترفض أن يتم تدويل الملف لأنها تعلم تماما أنها تقف في المكان الخطأ في هذه الأزمة. سد النهضة وبناء إثيوبيا لسد النهضة يعتبر مخالف لقانون الأنهار الدولية ومخالف لجميع القوانين التي تحكم الاشتراك الأنهار المشتركة أو التي لديها أكثر من دولة متشاطئة على هذه الأنهار. وبالتالي التصرف الأحادي سواء عملية ملء سد النهضة أو عملية تشغيل السد بدون اتفاق مع دولتي المصب يعتبر مخالف للقانون الدولي أولا ومخالف للقانون الأنهار الدولية. وبالتالي إثيوبيا ترفض تدويل الأزمة لأنها تعلم تماما أن تدويل الأزمة سيأتي في صالح مصر والسودان لأن جميع القوانين والأعراف الدولية في صالح كل من الخرطوم والقاهرة. وبالتالي إثيوبيا تحاول جاهدة أن لا يتم تدويل الملف، أن لا يتم تداول هذا الملف في مجلس الأمن، وتصر على أن يتم داخل الاتحاد الإفريقي التي تعتبر هي دولة المقر بالنسبة له، وبالتالي لها تأثير على بعض الدول الإفريقية. والدليل عدم قدرة الاتحاد الإفريقي حتى الآن على حدوث أي أو إحداث أي اختراق في هذا الملف أو الضغط على الجانب الإثيوبي للموافقة على اتفاق قانوني وملزم لتشغيل ومن هذا السد. وبالتالي أعتقد أن هذه المحاولات التي تجريها إثيوبيا أعتقد أنها في النهاية لن تجدي نفعا وستفشل في النهاية. صحيح أن النتائج ليست مضمونة بخصوص تدويل الأزمة وبخصوص اللجوء لمجلس الأمن، ولكن كل هذه الأمور لا تعني الخرطوم والقاهرة في شيء، لديهما خيارات سياسية نعم، ولا في النهاية لديهما خيارات عسكرية أيضا للتعامل مع هذا الملف، وإثيوبيا لن تقدر على أن تقف في وجهه. في حال نفاد الحلول السياسية كما وصفها وزير الخارجية المصري سامح شكري وعدم التزام إثيوبيا في حال تم التوصل إلى رؤية أممية حول حلحلة ملف سد النهضة ولم تلتزم إثيوبيا، شكري قال بأن ذلك يعني نفاد الحلول السياسية، وعندئذ نتساءل ما الذي يمنع القاهرة من توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟ القاهرة تريد أن تستنفد جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية للتعاطي مع هذا الملف. القاهرة دوما كانت دولة غير معتدية، الجيش المصري دائما كان لديه عقيدة عسكرية أنه لا يعتدي على الآخرين ولا يعتدي على أي دولة. عقيدة الجيش المصري هي دائما الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي ضد أي عدوان خارجي، وما حدث في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ 48 و56 و67 و73. وبالتالي مصر ليست دولة معتدية، وبالتالي لن تبادر بالهجوم العسكري إلا إذا استنفذت جميع الوسائل السلمية الخاصة بالدبلوماسية والسياسة. وأعتقد أن إثيوبيا تستنفد الوقت وتجبر القاهرة والخرطوم على اللجوء لهذا الخيار العسكري. هناك أيام معدودة باقية على الملء الفعلي لسد النهضة، هناك أنباء تقول بأن إثيوبيا غير قادرة حتى الآن على تكملة الإنشاءات الهندسية التي تسمح بملء أكثر من 13 مليار متر مكعب مياه، وبالتالي حتى الآن لا يوجد ضرر فعلي على مصر والسودان. ولكن أعتقد أن ساعة الصفر بالنسبة للتحرك المصري والسوداني ستكون عندما تبدأ إثيوبيا في الملء الذي يضر بحصة مصر والسودان من المياه. وبالتالي أعتقد أن مصر لن تنتظر كثيرا، بالتأكيد لدينا خطط عسكرية جاهزة للتحرك مع هذا الملف، والجيش المصري ومعه الجيش السوداني قادران على التعاطي مع ملف كملف سد النهضة، ولديهما القدرة العسكرية لتعطيل هذا الأمر ولإنهاء هذه المشكلة. ولكن كما قلت لسنا دولة عدوانية ولن نبادر إلا إذا استنفذت جميع السبل الدبلوماسية والسياسية لكي يعلم لكن العالم أجمع أن مصر لم تلجأ إلى الخيار العسكري إلا في نهاية النهضة. إثيوبيا تصريحات قيل بأنها استفزازات مباشرة للقاهرة وتحدي عسكري لقدراتها العسكرية، تحدي لقدراتها العسكرية. أستاذ يسري، في حال بدأت نقطة الصفر كما قلت وتمت عملية الملء الثاني وأصبحت حالة ملحة اليوم، هل ستستدعي فعلا تدخلا عسكريا مباشرا من قبل القاهرة والخرطوم؟
الخرطوم، أم سيبقى عندئذ التفاوض على ما بعد عملية الملء الثاني والحصص للدولتين؟ أنا لا أعتقد أن مصر والسودان لن يسمح بأن تمر عملية الملء الثاني بدون أي تحركات. كان رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد حجازي كان في الخرطوم منذ يومين ووقع اتفاقية للتعاون العسكري إضافية للاتفاقيات السابقة، وأعتقد أن كل هذا يأتي في إطار التنسيق وفي إطار مواجهة احتمال تشغيل ملء الثاني ذات النهضة. وكما قلت لدينا خطط عسكرية، الجانب الإثيوبي لو نظرنا إلى أرض الواقع، الجانب الإثيوبي الجيش الإثيوبي يحل بمرتبة متأخرة في ترتيب للدول التي لديها قوة عسكرية. الجيش الإثيوبي يحارب ميليشيات بدائية لا تملك إلا أسلحة خفيفة منذ شهر نوفمبر الماضي في إقليم تجري، ويرتكب المجازر ويرتكب وينتهك حقوق الإنسان في إقليم تجري وغير قادر على حسم المسألة، وهم بعض الميليشيات التي لديها أسلحة بدائية، فما بالنا لو واجه قوة كقوة الجيش المصري العاشر على العالم الذي لديه قوة عسكرية هائلة يستطيع أن ينهي بها هذا الملف. نعم، وضحت الفكرة. السدود كلمة أخيرة، السدود تبنى في سنوات وتدمر وتهدد في ساعات قليلة، وبالتالي هذه المسألة لن تقلقنا أبدا. من القاهرة الأستاذ يسري عبيد، كاتب وباحث سياسي، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.